يوم تمر علينا الذكرى التاسعة لسقوط مدينة الموصلة محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية، هذا السقوط لا يعني السقوط العسكري فقط، ولكن هو كان نتيجة لممارسات القوات الأمنية في حينها، بالإضافة للإشكاليات المتكررة دائما ما بين الحكومتين المركزية والمحلية، أدت من خلال ذلك إلى سقوط المدينة بتاريخ اليوم من قبل 9 سنوات. عاشت المدينة ظروف ظلامية، عاشت الاحتلال الإرهابي والممارسات الإرهابية في حق أهالي محافظة نينوى. نطالب اليوم كناشطين وكمراقبين للشأن العام بنتائج التحقيق، اللجنة التي شكلت عن أسباب سقوط الموصل، وبالتالي نبحث عن القصاص من سلم ليس فقط نينوى ولكن ثلث العراق بيد عصابات داعش الإرهابية، وخلف لنا مئات الأرامل، وخلف لنا أطفال مشردين، و عن المجتمع ما عانى إلى اليوم. إعادة العلاقات الجيدة ما بين المواطن والقوات الأمنية، اليوم الموصل آمنة بأهلها بقواتها الأمنية، اليوم الموصل تختلف جذريا عما قبل 2014، ولكن نحتاج أن نحن اليوم إلى أن نسمع من هو سبب، من هو تسبب في إسقاط المدينة، وما هو الإجراء القانوني الذي سوف يتخذ بحق